اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تي في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو سبور. من بعد تاهل حسنيه تقادير ونهضه بركان من دور المجموعات لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم واقصاء الرجاء الرياضي، اليوم خرجنا نسولوا الشارع المغربي شكون كيتحمل المسؤوليه في هذا الاقصاء. نشوف الاجابه ديالهم ونرجع لكم من بعد ما تمشوا فيه. اولا تيران، انا كل عام تنسمعوا هذه القصه ديال تيران. العامل الاول، العامل الثاني مدرب نجح معاك وكتقول لي سير بحالك، يعني هذا خطا ثاني. الخطا الثالث بعد اللعابه جيتي كلاعب بقى كلاعب، مابقاش تقول انا نمشي انا ولا هذا المدرب. انت كلاعب كدير مهمتك في التيران كلاعب، هو مدرب كيدير مهمته كمدرب، دي خصك ترضى بها في اي فرقه. او سمعت لنا بركان، بركان من حقها تربح، من حقها تخسر، من حقها تعادل، شغل هذاك. انا ما نتسناش الهديه من عند شي واحد، فهمتي؟ انا ملي نكون لاعب هنا نلعب نربح، ماشي تقصر الرجاء حقها بركان. انا ما داكشي ما منوش الرجاء ولا الوداد بجوج نفس الخطا. مي دابا المدرب اللي غادي ينجح معايا، ما نبقاش نصيفطو. داك نجح معاك هذاك، دابا مني صيفطتي ولا تاكتيك اخر ولا فلسفه اخرى. والله يرحم الوالدين الجامعه، لما اتقوا الله في الرجاء والوداد، خليوا الناس يلعبوا في بلادهم، ما تبقاوش تغربوا فيهم. راه مرضتهم انا كلاعب، والله حتى غنمرض. مغاربه فهمتي، مغاربه بصحتهم وراحتهم، نتمنوا يديروا بحال الرجاء. يلا انتم دابا لبسوا الثوب ديال فريق مغربي هو اللي داد لاكوب، ونافسوا الزمالك ونافسوا نجم الساحل، وجيبوها كيف ما جابتها الرجاء. باش كندوي على اقصاء الرجاء، راه ماشي كتقصى الرجاء العالمي، راه كيبقى فريق كبير. اللي غادي ندوي عليه هو ان معروفه في اي حاجه كاين السياسه، اذا انت في كره القدم ممكن نلقاو السياسه. ممكن بعد كنهنئ الفرق المغربيه نهضه بركان وحسين اكادير، ماشي مشكل يقدر يدوز اوتو، اللهم الفرق المغربيه. ولكن اللي كنبقى نقول لك، حنا بقاو نبغيو الرجاء ونحبوا الرجاء، واخا كيف خلاه يبقى فيها العساس وديما رجاء. بصراحه غنقدر نوجه الامر لمجموعه من هي الامر، اللعابه كذلك، المسؤولين، حيت لقاش الجمهور هو في الاخر هو المتضرر. حيت لقاش ترى هذا المهزله ديال التحكيم، ترى حتى ما بين فريق الرجاء البيضاوي ونهضه بركان في الملعب ديال بركان، بالطبع كانت مازال في التحكيم اللي حيد لنا حكم هدف واضح. كم مره كانت الترجيح؟ الرجاء راه كتلعب لعب نظيف احسن من الوداد، ولكن اش غدير؟ هذا هو القانون ديال الجامعه. وحيت كان الحكم غشنا في واحد الماتش ديال بركان، هو راه توقف دابا عام. ايوا هذا الشيء اللي غادي نقول على الرجاء، وديما رجاء كيتحمل المسؤوليه. هو الحكم اول حاجه، والمسؤوليه الثانيه هما الحكام واللعاب كذلك، حتى هما كيتفلاو بعض المرات ولاو كيلعبوا هكاك وصافي. ايوا كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وحسنيه راه كتلعب مباراه جميله، وبالنسبه لبركان راه كاريزما عاليه ان شاء الله. خويا ما نكذبش عليك، اول حاجه ملي مشى كاريدو والله تهبطوا عنا الريدو، وحق الله ذاك الانسان ما كانش عليه يديروا ليه ضريبه. ثاني حاجه بودريقه انا معاه من نهار بدا، حط رزقه وخسر فلوسه وخدم الراجا، كاين شي وحدين اللي هرسوه ما بغاوش يخدم. علاش داك السيد ريسبيك ليه؟ ابار كوره فهمتي، كيتعامل مع الناس وكيدير الخير وكيسترو، ماشي كيدير الخير وكيدير فيديوهات. الراجا خويا كانت غادا مزيان في الاول، كانت غادا بخير، كنا كنربحوا بطولات القاب. هاد العام اخويا هذا دخلوا شي وحدين في المكتب، دخلوا شي وحدين في التسيير، من نهار ولاو كيديروا الكارت 400 درهم اخويا، من تما والراجا اللور. بعد المسؤولين المريقيه هما اللي كيتحملوا هذه المسؤوليه، هذا كيدعوا بالحب ديالهم الراجا، ومن الاولين كيتمرقوا، ومن الاولين ضد الراجا، كيديروا فيها حب ديال الراجا وما كيحاربوا الراجا. ونزيدك واحد الحاجه، ذاك الرباح ديال 7-3 ما بغاش يدخل ليا الراس، بانت ليا السياسه فوق البالون عشير، حيت امبوسيبل الفرقه يلاه ربحاتك السيمانه اللي فاتت شويه غدور، حيت القجاع كاين تما. كنتمنى هذا الميساج هذا يوصل، حيت الراجا كيحاربوها بزاف ديال الناس كيحاربوا الراجا، ما نكذبش عليك. خويا التأهل ديال بركان وحسنيه ما نكذبش عليك، شي بركان والله ما نكذب عليك اخويا وكنهضر معاك من القلب، بركان والله تفاهم تربح اليوم، وبالعاني ضد في الراجا داروا هذا الكانار هذا وما ربحوش.
حيت بركان كون كانت خاسره بربعه ولا ثلاثه والرجاء دايزه اشبه لك ماركات شي سبعه ولا ثمانيه، ولكن ضد في الرجاء بالعاني ما بغاوش يربحوا اليوم باش ديك اللعبه يدوزوا هما وحسنيه والرجاء تبقى اللور، ولكن الرجاء غترجع في الجاد حيت كتمرض وما كتموتش. الاقصاء ديال الرجاء كان في المنتظر حيت ضيعوا شحال من ماتش هنا في البلاد، الجميع كيتحمل المسؤوليه. علاش؟ كلشي. علاش؟ اللاعبين مكتب ديال الرجاء من كلشي، وهنيئا لفريق حسنيه اكادير ونهضه بركان واحد موفق لفريق الرجاء البيضاوي في المناسبات القادمه ان شاء الله. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا، كمشوا معنا في الشارع الرياضي المغربي كيقول بان مجموعه من الاطراف كتحمل المسؤوليه في اقصاء الرجاء الرياضي من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وعلى الهامش فهما كيتمنوا التوفيق لنهضه بركان وحسنيه اكادير في التاهل الى الادوار المقبله. حتى هنا كنكون وصلنا لنهايه برنامجكم ميكرو سبور، الى اللقاء.